والآن حان وقت الطعام. الشيف طارق. أهلا طارق حبيبي، عامل إيه؟ عامل حلو. أنت اديتني، عملت لي لقمة حلوة كده مزمز فيها بالزبدة. نقنق فيها. نقنق فيها. بص بقى يا سيدي، شوية جمبري بالويسكي المصري. ويسكي المصري. الويسكي المصري اللي هو معمول من إيه؟ مية السلطة. بس كده. حاجة بسيطة وسهلة، ودي بروفة للقاء السحاب. ما عارفين هيبقى عندنا لقاء جامد. بس هنعلن عنه قريبا ان شاء الله. اهو رشة ملح صغيرة. فين الملح راح؟ ايوه اهو. وفص الثوم. هنسيب ده هنا وهناخد البولة دي. لا، عندي واحدة كبيرة اهي. هاخد طماطم الوان، هنحطهم هنا كده. والطماطم بقى فيها الوان يا كمان؟ طبعا، شويه طماطم فلفل الالوان ملونه. طماطم الالوان. وهناخد شويه من الويسكي. طب ايه الويسكي ده يا جماعه؟ بصل وخيار وطماطم وتوم وكمون وشبت، اي حاجه عندك في الثلاجه اللي انت بتحبه. وشويه شطه صغيرين عشان تشطشط. وهناخد ده كده هنحطه فوق دول اهو، عشان ما حدش يقول ان انا ما بوريش. اهو اهو، انت الانتقادات كتيره ما بيوريش اهو، عشان انت عايز تحتفظ للاسرار بنفسك. هناخد خلاص بقى الجمبروني بقى تمام. الجمبري اوريك بس حاجه تانية بنعملها. انا عايز الجمبري ده وهو سخن يتطفى في الكلام، ياخد صدمه. ايوه، ده هيبقى يعني متبل تتبيله مارينيتد. مفيش فيها كلام. هيبقى مارينيتد مرنته جامده. ايوه، انا بحب اللي هي اللي هو بقايا السلطه تحت كده، دي الرحيق اللي تحت ده بيبقى الشغل، هو ده الطعم. فبقى عندك طبق يقول لك مش لا ومش عارف ايه والله بص احنا مشلان، بس ما حدش واخد باله. ايوه طبعا، معلش. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي باخد القلقاس. القلقاس هقول لك حالا. خدنا شويه قلقاس اتسلقوا في مرقه، ايه رايك؟ مدياك احساس البحر كده. ايوه، احساس كاريبي. لا انا عايزك تفنط لي. ايوه ال ال الاحساس، لاني بجد هستخدم ده. احساس كاريبي والله. بس كده خلاص. احساس كده فجاه حسيت ان انا بقيت على البحر. هو ده اللي انا عايز اوصل له. القلقاس ده اتسلق عادي خالص في شويه مرقه، وبعدين اتضرب في الخلاط. الجمبري تحس ان هو شاب صغير حنين. طفل كده، بيبي جمبري. شويه من دول بس. اي يعني هو الواحد كان ممكن يضرب الاربع خمس جمبريات دول في لقمه وخلاص، انما ما تحسش بيهم. انما كده بتستمتع. كده حسيت ان انا رحت حته تانية. هرجعك دلوقتي واوديك حته ثالثه. القلقاس ده انا هعمل معاه حاجه، هحط معاه حتتين من القرنبيط. قلقاس وعليه قرنبيط؟ يا ليله. انا بحترم القرنبيط ببيض وبقسماط دايما. ده قريب قوي منه والله. نفس الفكره. نفس الفكره، بس ده مسلوق بيبقى. ده مسلوق الاول طبعا، لازم. هي بس نقل الفليفر من حته لحته، والاثنين بيدخلوا حلو قوي مع بعض. بس حكايه القلقاس اللي معاه قرنبيط ده جديد، تجد عندنا كل ما هو جديد. طيب انا بحترم برضو القرنبيط جدا. انا ممكن القرنبيط ده اللي هو اللي بالبيض والبقسماط ده اقعد اعمل فيه سندوتشات اليوم كله. طيب هناخد
انت عملت ايه بقى القلقاس؟ حطيت القلقاس اتسلق. اتسلق بعد ما اتسلق اتحط عليه حته زبده. بعد ما حطينا الزبده اتملح وتفلفل. بس كده خلاص. حلو. هناخد القلقاس بعمل زي البيوري يعني. هو بيوري. هتحط في هنا قاعده قلقاسيه. بالظبط كده. انا بس عايز اوري الناس ان اكلنا ممكن يبقى في العالميه لان احنا عندنا فليفر عاليه. يعني القلقاس فجاه يبقى قاعد في بلازا اتينيه. بس كده. ده العظمه ايه؟ طب ممكن نوري الناس ان العظمه ما فيهاش اي حاجه؟ انا عايز اوري الناس العظمه طلعت ازاي. أيوة. عشان بنقعد ساعات كتير نقول للناس اللحمه مش طريه، اللحمه مش طريه. ادي العظمه اتسلت منها. دي بتقعد تتعمل قد ايه عشان توصل للسوى ده؟ أربعة ونص خمسة. أربعة ونص يا أربع ساعات؟ ونص على نار هادية خالص بتسيبها أربع ساعات ونص عشان توصل للزبدة دي. آه. في راجل حيقعد يستنى كام؟ آه لا 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 ممكن طبعا لما بتدوق يقول لها اعملي لي ده يا حبيبتي، تقول له كمان أربع ساعات ونص، يقول لها طب أنا هسافر وأرجع. البهريز. أنا مبسوط. أنا مبسوط. تقل شوية البهريز سنة. ونقلب. وناخد دول هنا كده. عيني عليك. أنت لازم تروح تلعب مع الناس اللي بره دي. بس كده. وبعدين فين؟ آه. عظمة على عظمة. ايه؟ قلقاس. قلقاس ايه ماله؟ شيبس. شيبس؟ اه مقلي. بتعمل ازاي ده؟ بيتقطع رفيع قوي زي البطاطس. زي البطاطس بالظبط ونحطه في الزيت. أول مرة أشوف شيبس قلقاس. شكلها فعلا مبهج. تفضل يا صديقي. هو انت لو مجهز اللحمه من اربع ايام قبل كده وبتاع الحاجه تاخد ربع ساعه. تاخدش كتير. تاخدش كتير خالص خالص. طيب عايزين نشيل. طب اكل ازاي؟ من تحت برضو؟ من تحت لفوق برضو. اهي خد دول. عشان عايز المعلقه تجيب، مش محتاج شوكه وسكينه. من تحت. من تحت. جبنا حتة قلقاس. أيوة. معاها حتة سلق. أيوة. معاها حتة لحمة. والشوية المحرمشين عشان يبقى فيه تغيير في الملمس. المرة الجاية بقى المحرمشين دول في المعلقة القادمة. طيب. طيب. لما المعلقة الأولى لازم فيها أصل الأشياء صح؟ تمام. عشان نعرف كل موضوع إيه. تمام. أقول لك على سر، كانوا بيتريقوا عليك إنك هتعمل قلقاس. والله أنا عمري ما دقت قلقاس عامل كده. الحمد لله. قال لي أنت بتضحك على إيه؟ ده عامل لك قلقاس. أنا حاسس دلوقتي إن أنا في الشانزليزيه. إيه ده؟ إيه ده؟ قلقاس. لا والاختراع ده كمان يا كوتش. حلو قوي. حلو قوي. الحمد لله. طارق نشكرك شكرا جزيلا. ميرسي. انبسطنا. اكل جميل. حلو قوي. مفيش زي ان واحد يستمتع كده ويبقى سعيد. ارجوكم ابقوا معنا.